صينيه لسان عصفور. صينيه لسان عصفور او طاجن لسان عصفور باللحمه المفرومه. هنحمر كيسين لسان عصفور او كيس، يعني حسب اللي انتوا، كيس كيسين اللي انتوا عايزينه. انا عامله حوالي نص كيلو لسان عصفور يعني، ماشي. وبعدين عندي لحم مفرومه قطعه مش كبيره، عندي طماطم مفرومه، فلفل حامي وفلفل رومي، جزرايه صغننه خالص هبشرها، وبصلايه وسمنه وملح وفلفل قرفه وجنزبيل، تعصيج اللحمه. خلاص يبقى احنا اول حاجه هنحمرها لسان العصفور يبقى متحمر. سهله بقى، ما فيهاش حاجه، قلب 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 اتحمر لسان العصفور. خلاص معلقه سمنه كده ونحمر فيها. تعالوا بقى نعمل الايه، اللحمه. هناخد فلفلايه واحده بس كده كفايه قوي، وواحده فلفل حامي، ده عندها اختياري الكلام ده. انا كده على فكره حاطه اللحمه مش حاطه معاها اي حاجه، شويه ملح وفلفل كده وقرفه وجنزبيل، انا مش حاطه اي حاجه على اللحمه. قرفه، جنزبيل، ماشي اهي، خلاص كلها لونت معايا. هنزل عليها البصله المفرومه كبيره كده، استنى عليها شويه. تمام، اجيب بس المبشره. هنا عندي ايه، فلفل رومي وحامي وجزرايه صغنونه كده، هبشر بس شويه صغيرين خالص مش كتير، جزرايه صغيره عشان ما تسكرش. ماشي، بسم الله. هناخد بقى دول كده ونحطهم على البصله واللحمه. ونقلب شويه صغيرين، وهنزل عليها الايه؟ انا حاسه ان هي عايزه سمنه، طبعا ساعات عاوز سمنه وساعات لا، انا كده كده انا محمره لسان العصفور في السمنه او في الزيت مش مشكله، بس مش حاطه على اللحمه سمنه، بس هي واضح ان هي ما فيهاش، يعني واضح ان هي حمر قوي، بتبقى بتنشف منك كده على ال في الطاسه. هناخد بقى عصير الطماطم مش كتير، قد 3 كوبايات ولا حاجه، واخليها تغلي معاها. ممكن نظبط بس ملح. عايز تحطي مكعب مرق هنا بتحبي تحطيه حطيه. لسان العصفور اللي احنا حمرناه هنحطه في الصينيه. حاضر، ماشي. ثانيه واحده هاخد بس ده كده بعد ما يغلي الغلوه دي، وهروح حطاه على لسان العصفور. حلو الكلام. وبعدين هقلب ده كله مع بعضه كده، لسان العصفور مع اللحمه مع كل الحاجات اللي احنا عملناها دي. تمام اهي، اسوي وشها كده، وهروح حط عليها طماطم قطع كده على الوش بس، وادخلها الفرن.